السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن حدث عظيم، انت ممكن ما تشوفوش عظيم قوي، بس هو كان عظيم جدا في الوقت اللي حصل فيه، وهيبقى عظيم تاني. ده طبعا عشان انا محمد صبحي هتكلم عنه في هذا البرنامج، برنامج اول مرة. الحدث ده ببساطة هو اختراق الانسان للغلاف الجوي وصعوده للفضاء ثم صعوده للقمر. ما تنساش بس الاول تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام، ويعني تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس، ومهم قوي تكمل الفيديو للاخر. وعشان ما نطولش عليكم اكتر من كده يلا بينا. تعال نرجع كده بالزمن شوية للحرب العالمية الثانية اللي كانت فيها أمريكا والاتحاد السوفيتي اللي هم روسيا يعني كأطراف أساسية في الحرب اللي انتهت سنة 1945. وبالمناسبة لو عاوزين نتكلم عنها بالتفصيل هي والحرب العالمية الأولى اكتبوا لي تحت في الكومنتات. بعد الحرب دي كانت الاتحاد السوفيتي وأمريكا مش بيطيقوا بعض، بس مش كانوا عاوزين يدخلوا في حرب زي اللي فاتت لأنها استنزفت كل حاجة عندهم، وقعدوا بقى يتجسسوا على بعض ويهددوا بعض بالأسلحة النووية اللي كانت عندهم، بس مش كانوا بيعملوا حاجة لبعض يعني. وشوية التجسسات والتهديدات اللي هم كانوا بيعملوها دي سميت بالحرب الباردة. واللي مش فاهم ايه مصطلح الحرب الباردة ده، بص هو مصطلح بيقال على الحرب اللي محدش فيها بيضرب التاني زي دي يعني. ولكن الحرب الباردة دي ما استمرتش كتير، لان في سنة 1950 قامت حرب اوبا بينهم. صح؟ حابب اقولك لا، دي كانت بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. الله، مال دي بدي؟ ما هو اللي انت مش تعرفه ان كوريا الشمالية في الوقت ده كانت تبع الاتحاد السوفيتي، اما كوريا الجنوبيه كانت تبع امريكا. اللي حصل بقى ان كوريا الشماليه راحت واخده 75,000 جندي وراحت نازله ضرب في كوريا الجنوبيه. طب امريكا تسكت؟ لا، راحت نازله ضرب هي كمان في كوريا الشماليه. ولحسن الحظ الاتحاد السوفيتي ما دخلش، والا كانت هتقوم الحرب العالميه الثالثه. واحد بقى يجي يقول لي ليه يعني هي الحرب الخفيفه دي اللي قعدت 3 سنين بس، يعني انتهت 1953، كانت هتعمل حرب عالميه ثالثه؟ احب اقول لك ايها المشاهد اللي قاعد ولا على بالك، تفتكر كام واحد مات في الحرب دي؟ 2000 مثلا؟ طب 3 يا عمي 10,000. احب اصدمك المره دي واقول لك ان مات فيها تقريبا 5 مليون بني ادم. يا دخل فيها 75,000 ومات فيها 5 مليون بني ادم، بس ال 75,000 دول كانوا جنود بس وجيش، اما ال 5 مليون بني ادم كانوا جنود ومدنيين. وبعد ده كله وبعد ما مات فيها الرقم الكبير ده سميت بالحرب المنسيه. ليه؟ لانها مش اتشهرت زي باقي الحروب، والدليل ان حضرتك مش تعرف. وبعد ده كله رجعت تاني الحرب الباردة، ولكن المرة دي بشكل مختلف. ايه هو الشكل ده؟ يعني بعد ما كانوا بيهددوا بعض بالنووي ويتجسسوا على بعض، بقوا بيتسابقوا على مين يخترع اكتر ومين يكتشف اكتر، ولكن للأسف هم كانوا لسه بيتجسسوا على بعض. دي القطة عمره ما يتعدل. المشكلة ان انا مش هقدر اقول المثل صح، لان في حاجة اسمها كوبي رايت، اختراع بارد، يعني الفيديو هيتمسح يعني. يرضيك الفيديو يتمسح بعد ما تعبت فيه من مصادر اللي مش هتنزل تبص عليها اللي هي موجودة في الديسكريبشن يعني، ومونتاج وغير ذلك من الاشياء. نرجع تاني للموضوع. من الحاجات اللي كانوا بيتسابقوا عليها هي مين فينا هيقدر يوصل انسان للفضاء الاول. في الوقت ده تأسست وكالة ناسا الامريكية سنة 1958، بعد ما السوفيت اطلقوا اول قمر صناعي للفضاء واللي اسمه سبوتنيك 1 سنة 1957، وقعدوا يتسابقوا على مين هو اللي يقدر يطلع انسان الى الفضاء. وبالفعل فاز الاتحاد السوفيتي في اطلاق اول انسان الى الفضاء، وهو بسم الله الرحمن الرحيم يوري غاغارين، او بالانجليزي جاجارين يعني، عادي مش هتفرق. والله الاسامي الغريبه دي من اصعب الحاجات اللي ممكن تقولها. طب في اي الاسامي العاديه يعني؟ محمد، احمد، عمر كده. المهم يوري جاجارين ده كان من بين 4 اخوات، يعني هو كان ليه 3 اخوات غيره وهو كان الثالث، واتولد يوم 9 مارس 1934. سبحان الله، يوم العظماء ده بعديه ب 40 سنه بالظبط باليوم. هم كتير بس عادي يعني. يوم 9 مارس 1974 ولد ابي. اتولد يوري جاجارين في قرية صغيرة يعني بعيدة عن موسكو ب 100 ميل اللي هي يعني 100 اللي هي 100 يعني 100 وبعدين ميل يعني. وفي يوم من الايام لما كبر شوية كان في طيارة حربية من طراز ياك كانت طايرة في المكان اللي هو فيه، ويشاء القدر ان الطيارة تنزل جنب بيته مضطرة، وهو اصلا كان نفسه يطلع طيارة على الاقل. شوف، طيار على الاقل. وبالفعل بعد سنوات قليلة اتعرض عليه انه ينضم الى نادي الطيران، وبالفعل قابل بشغف. وكانت اول رحله منفرده ليه يعني، كان هو لوحده، كانت سنه 1955. بعد القليل من السنوات قدم على انه يبقى رائد فضاء. طبعا اللغه العربيه الفصحى عندي ايه. وفي الوقت ده اصلا الاتحاد السوفيتي كان بيختار 200 طيار من افضل الطيارين في السلاح الجوي الروسي، وكان من ضمنهم يوري جاجارين، وبدا يختاروا من ال 200 دول طيار واحد بس، ومن حسن حظه هو اللي وقع عليه الاختيار. وبالفعل زي ما قلنا يوم 12 ابريل 1961 قدر يوري جاجارين انه يطلع الى الفضاء ويلف اكتر من لفه حوالين كوكب الارض، وده انه في الفضاء
108 دقيقة، وكان على ارتفاع 203 ميل يعني 327 كيلومتر، وكان على متن مركبة اسمها فوستوك 1. وللأسف المركبة دي مش كانت مزودة بمحرك يخفف سرعتها في النزول ولا الهبوط بأمان، ولكن بفضل خبرة يوري جاجارين الكبيرة قدر انه ينط بالباراشوت بتاعه من على بعد 4 أميال يعني 7 كيلومتر، مع ان المفروض ان المركبة تنزل وفيها رائد الفضاء، واصلا هم معرفوش ان هو نزل بالباراشوت الا في سنة 1971 يعني بعدها بعشر سنين. وبغض النظر عن ده، هو برضو اول انسان يسافر للفضاء، بس مش اول واحد يسافر للقمر. بعد ما الاتحاد السوفيتي فاز في انه يقدر يطلع اول انسان الى الفضاء، فازت وكالة ناسا الامريكية بانها تطلع اول شخص للقمر، وكده واحد واحد تعادل. الشخص ده هو أرمسترونج، اللي اتولد سنة 1930 ومات سنة 2012، وكان معاه إدوين باز ألدرين. أنا مش عارف بقى ليه بيسموا الأسامي الغريبة، والله أنا عدت الأسامي 100 مرة، يعني مع أي جملة صعبة أي حاجات بعدها كده مرتين ثلاثة، دي مش بتتقال أصلا، أنا غلط يعني أي اسم محدش حاسد يعني محدش يقول على حاجة، عندكم المسار تحت انزلوا اقروها زي ما انتوا عاوزين. كان معاه ادوين باز ألدرين اللي اتولد سنه 1930، ولكن ده الحمد لله لسه عايش. الرحله دي تمت يوم 20 يوليو 1969، واصبح أرمسترونج اللي انا مش عارف انطق اسمه ده اول شخص يمشي على القمر، وقال هذه خطوه صغيره للانسان وقفزه عملاقه للبشريه. طبعا لازم كلمه الراجل يعني تخن صوتنا فيها شويه يعني مش ينفع كده. ونجحت هذه المهمة العملاقة اللي اسمها أبولو 11 بعد أن توعد الرئيس الأمريكي جون كينيدي قبل 8 سنوات من الرحلة. ما تنساش بقى تنزل تبص على المصادر وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتتفرج على الحلقات اللي فاتت وتتفرج على الحلقات الجاية، تعمل لايك للفيديو ده بس كده. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام.